نفى الجناح العسكري لحركة حماس تسلمه أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضية الأسير الإسرائيلي من أصول إثيوبية أفيرا مانجستو المحتجز لديه في غزة. وأكد مصدر في الكتائب أنه لم يتم إدراج الجندي الإثيوبي ضمن ملفات التفاوض نهائيا منذ أسره. يأتي هذا النفي في ظل تظاهر آلاف اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل تنديدا بالعنصرية بعد مقتل شاب إثيوبي على يد شرطي لم يكن في مهمة عمله، وأغلقوا العديد من الطرق الرئيسية والسريعة وأحرقوا عددا من المركبات.